نحن هنا في حي الزبدية، أحد الأحياء الأربعة التي خرج منها المسلحون مندحرون إلى خارج حلب. هذا هو مبنى مدني ربما كان يسكنه مدنيون، كان يتغطى فيه المسلحين، كان يتغطى فيه المسلحون تحت مسميات إنسانية. يعني نرى هنا بعض الشعارات: بناء، تربية، إبداع، تعليم. هذه شعارات كان يستخدمها المسلحون لتغطية أفعالهم. أيضا مدرسة عين جالوت. في هذا المكان سنشاهد مشهدين: مشهد إنساني كان يتغطى فيه المسلحون لتغطية وجود أيضا مخزن للسلاح في هذا المكان، يعني مستشفى إلى جانب مخزن سلاح كان يستخدم هؤلاء المسلحين. طبعا هذا مشفى ميداني، يعني المسلحون كانوا يستخدمون المشافي الميدانية كغطاء لأيضا مستودعاتهم، يعني مستودعات الذخيرة. سنرى الآن مستودع للذخيرة هنا في هذا، يعني هذا المشهد التناقض هنا في هذا المكان: سلاح، بقايا، يعني بقايا الذخائر. وأيضا في الغرفة الثانية نرى الأدوية والأمور المختصة بالطبابة. ثم ننتقل إلى الغرفة الثالثة، وهنا طبعا بدأنا برؤية الذخائر. هذا هو مخزن السلاح، هذه رصاص مخازن أسلحة، إلى جانب أماكن الاستشفاء. إذن يعني كما رأينا وكما شاهدنا كان يتذرع المسلحون بأنهم يعني يتعرضون مراكز الاستشفاء التي يعني يتغطون بها تحت مسميات عدة، تحت مسميات إنسانية، لتخبئة ولوضع ذخائرهم في هذه الأمكنة التي من المفترض أن تكون بعيدة عن كل ما هو عسكري. الاستشفاء مناقض تماما للسلاح، يعني الحالات الإنسانية مناقضة تماما للأعمال الإرهابية. كل هذه الذخائر كان من الممكن أن توجه إلى المناطق التي يعني تشهد زحمة مدنيين ونازحين في الأحياء الغربية لمدينة حلب، إلا أن الجيش السوري حقق إنجازا بطرد هؤلاء المسلحين من هذه المناطق الذين خلفوا الكثير من عتادهم وذخائرهم. رغم تفجير بعضها إلا أنهم لم يتمكنوا من تفجير كل شيء. هذا هو شاهد على إرهاب.